سلام الله عليكم مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة عبر شاشة الميادين للعدوان الإسرائيلي المستمر بعد انهيار الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية هذا اليوم. 178 شهيدا ونحو 600 جريح معظمهم من الأطفال والنساء هي حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ سقوط الهدنة في أقل من 24 ساعة. سانف الاحتلال سياسة المجازر فكان الرد سريعا من المقاومة الفلسطينية في غزة. صليات صواريخ على تل أبيب والمستوطنات الإسرائيلية، إسقاط مسيرات، معارك ضارية بين المقاومين وجنود الاحتلال. ومن جبهة لبنان عمليات عديدة نفذتها المقاومة الإسلامية دعما للشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته. في تطورات الساعة الأخيرة يواصل الاحتلال غاراته على القطاع حيث ارتقى شهداء في حين تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن مفاوضات تحت النار وعن تفاؤل مصري قطري بالوصول إلى مسودة متفق عليها لدفعة تحرير أسرى ثامنة. هذه آخر تطورات الساعة. مشاهدين كاميرا الميادين رصدت اللحظات الأولى لاستهداف مربع سكني في محيط مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال غزة، وأدى القصف الإسرائيلي إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في مزرعة جديدة بحق المدنيين ومن شمال قطاع غزة. هذه الصور والمشاهد يتابعها محمود العوضية. استهداف الآن أمام المستشفى الشهيد كمال عدوان شمال قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي الآن استهدف أمام مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال قطاع غزة. نشاهد هذا الانفجار الآن، استهداف لمنزل أمام مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال قطاع غزة. نذهب ونشاهد هنا بعض الإصابات. نعم الآن إصابات وصلت الآن. نعم إصابات الآن جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي. يا شباب مشاهد هذه المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي الآن في هذا المكان. شو اللي صار يا حجة؟ شو اللي صار؟ مش عارف. شو اللي صار معكم؟ مش عارف. أنا ماشي يلا هبطوا ماشي أنت جنة أصلا. الآن استهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي الآن في هذه المنطقة. هاي البنت هين أشلاء الآن، أشلاء على الأرض. نشاهد هذه الأشلاء الآن على الأرض بالدمار. أشلاء نشاهدها الآن ملقاة على الأرض. هذا الهدف أمام مستشفى الشهيد كمال عدوان حيث نتواجد وقام الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات. جوا يا جماعة في ناس جوا. الآن أشلاء على الأرض. الشهيد الآن شهيد في داخل هذه السيارة. دمار إسرائيلي كبير هنا على بوابة الشهيد كمال عدوان. نشاهد هذا الاستهداف في هذا المكان. هنا أطفال نساء يحاول الجميع أن يخرجهم في هذه اللحظات. إيش احنا قاعدين ما شفنا الضاربين اللي بنضرب وما نعرف الضاربين، وما فيش عنا ولا أحد لعنا من الجهاد ولا من الجهاد. واجهت هذا هي الله على ما يطلت أربع دور. ما زالت هنا محاولات لإخراج الشهداء والجرحى من المنازل التي تم استهدافها هنا. مجزرة إسرائيلية بكل ما تعني الكلمة الآن ترتكب بالقرب من مستشفى الشهيد كمال عدوان. صورش. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين. الآن صفارات الإنذار مشاهدينا في سيديروت حسب المصادر العبرية يبدو هناك رشقة جديدة لصواريخ المقاومة باتجاه سيديروت،
ومفتاح نير عام في هذه الأثناء ونحن نتحدث. صفارات الإنذار تذوي في عدد من المناطق في تحديدا في منطقة سيدروت. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأخ علي أبو شاهين، عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي. أخ علي حياك الله، يا هلا، يعطيك العافية. وأنتقل إلى شمال قطاع غزة، من هناك مراسل الميادين محمود العوضية لينقل لنا ماذا يجري الآن وأبرز المستجدات. محمود. نعم، بالتأكيد المقاومة الفلسطينية الآن قامت برشقة صاروخية جديدة رأيناها من هنا من داخل شمال قطاع غزة، حيث نتواجد في محيط مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال قطاع غزة، والقبة الحديدية تحاول اعتراض هذه الصواريخ. أيضا الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل شن حملة واسعة، وطبعا إطلاقه مدفعية بشكل كبير جدا، لا سيما في منطقة الفالوجة وفي محيط مدرسة حفصة ومدرسة الفالوجة ومدرسة أبو حسين. أطلق الاحتلال الإسرائيلي قذائف دخانية في هذا المكان، ووصلت هنا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان عشرات الجرحى نتيجة قيام المدفعية وقيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاقها للمدفعية أو حتى للقذائف الدخانية في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة. حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى شمال قطاع غزة حتى هذه اللحظة نتحدث عن أكثر من 50 شهيد فقط وصلوا. هذه محمود أصوات رشقة صواريخ للمقاومة؟ نعم، هذه أصوات محاولات اعتراض القبة الحديدية لصواريخ المقاومة التي أطلقتها قبل أقل من دقيقتين من الآن تحديدا عند الساعة 9 مساء. وأيضا هذه الانفجارات هي نتيجة قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قذائف دخانية بشكل كثيف جدا منذ ساعات هذا المساء، وهي تطلق في محيط وتجمعات مراكز الإيواء في مناطق الفالوجة ومناطق معسكر جبلية. وهناك وصلت لدينا هنا إصابات بعد إصابتها بتلك القذائف، والتي طبعا يعني من خلالها يعني تكون إصابات هذه يعني في الأقدام، أيضا حروق في الوجه وحروق في الجسم. الاحتلال الإسرائيلي شن أيضا في محيط مستشفى الشهيد كمال عدوان غارات واسعة وحزام ناري كبير، أدى إلى استشهاد أكثر من 10، وما زال أيضا هناك تحت الأنقاض عشرات الشهداء، وأيضا محاولات من قبل الدفاع المدني لإخراج من تبقوا أحياء تحت ركام منازلهم حتى هذه اللحظة، ولكن عجز المنظومة الصحية ومنظومة الدفاع المدني أيضا والإمكانيات البسيطة التي تعاني أو التي تستخدمها طواقم الدفاع المدني لا تستطيع أن تخرج هؤلاء العائلات من تحت ركام المنازل. هناك محاولات شهدناها بشكل كبير، ولكن لا توجد لدى طواقم الدفاع المدني أي مقومات للعمل. أيضا هنا في داخل مستشفى الشهيد كمال عدوان الجرحى هنا يموتون وهم ينزفون دما، لعدم وجود غرفة عمليات ولعدم وجود غرفة تصوير مقطعية داخل مستشفى الشهيد كمال عدوان، عدا عن العجز في الكادر الطبي الموجود داخل المستشفى، خاصة بعد تعطل مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة. هناك ضغط كبير على مستشفى الشهيد كمال عدوان، هناك حالات أمامنا تنزف وتستمر لساعات طويلة وهي تنزف، وفقط كما أخبرنا الأطباء هنا والممرضون فقط يضعون الشاش على جراح الجرحى من أجل منع النزيف، وبالتالي الحالات المستعصية يحاولون أن يتم تحويلها إلى المستشفى المعمداني أو إلى مستشفيات أخرى على الأقل حفاظا على حالة. طيب محمود، سنعود إليك الآن، لكن أشير إلى الأخبار العاجلة. المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في هذه الأثناء يقول: نؤيد قرار إسرائيل باستئناف القصف على قطاع غزة. كيربي يتحدث عن تأييد الإدارة الأمريكية: نؤيد قرار إسرائيل باستئناف القصف على غزة، ونكرر أن العملية ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار قيود قانون الحرب بتقليص الضحايا المدنيين. يعني شفنا اليوم إسرائيل استجابت لهم، وفي عنا
أكثر من 178 شهيد و600 جريح. يعني هذا الكلام لا معنى له. والآن سوف يعلق عليه كذلك ضيفنا. يقول كيربي: لم تقم الولايات المتحدة بتقييم التزام إسرائيل بقانون الحرب، وأكتفي بما قلناه مرارا أنه يتعين على إسرائيل الالتزام بقانون الحرب. اعتقدنا أن حماس لا يزال لديها رهائن من النساء بخلاف إعلانها عكس ذلك. هذا ما يقوله جون كيربي الآن من أبرز المواقف. أستاذ علي حياك الله بداية. يا هلا، يعطيكم الف تعليق. خلينا نبدأ بتعليق على ما يصدر عن البيت الأبيض وما يصدر عن الإدارة الأمريكية بالوقت الذي يقول فيه البيت الأبيض: قبل قليل نواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر لاستئناف الهدنة. كيربي الآن يقول: لدينا تأييد مطلق لما تقوم فيه إسرائيل. شوف، هذا حديث كيربي وحديث بلينكن بالأمس، يعني اليوم كمان، يؤكد كذب الإدارة الأمريكية ومحاولة الخداع والتضليل التي حاولت أن تقوم بها عندما أراد أن تخدع الرأي العام، وخاصة هو في شقين: الرأي العام العالمي نتيجة الضغوط، والأكثر يعني لها علاقة بالوضع الداخلي الأمريكي، وهم مقبلون على انتخابات. جدول الانتخابات يبدأ، السنة الانتخابية تبدأ بعد 15 ديسمبر الجاري، وبالتالي ما حصل من ضغوط جعلت الإدارة الأمريكية تغير من لهجتها وتغير وتدعي أنها حريصة على في موضوع المدنيين، لكن لم تغير من جوهر الموقف. وبالأمس من كان يرى بلينكن وهو يصرح وقبله بايدن، يعني كان يظن كأن الإدارة الأمريكية يعني أعادت حساباتها وصحت الضمير الأمريكي، وأنها ستعيد يعني توقف دعمها لإسرائيل، وهذا يخدع حاول لخطاب الرأي العام نحن منذ البداية. بالنسبة لكن في الحقيقة في جوهر الأمور يعني لا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الموقف الأمريكي لم يتغير أصلا. يجب أن ننتبه لمسألة أساسية: أس المشكلة هي الإدارة الأمريكية وليست إسرائيل في هذا العدوان وغيره. المشكلة الأساسية الإدارة الأمريكية وترتيباتها في المنطقة، ولها مشروع ولها أجندة معينة. هي تلاقت مع بعد 7 أكتوبر، يعني تريد أن دعمت إسرائيل بشكل مطلق وتماهت مع الموقف الإسرائيلي، وبالتالي هي جزء من العدوان وليست هي يعني داعمة. لكن الضغط الأمريكي حاولوا أن يخدعوا، وبالتالي ما حصل اليوم. بلينكن قبل قليل أيضا ما صرح تصريح بيقول يعني نحمل المقاومة الفلسطينية مسؤولية فشل التهدئة واستمرار يعني الأصوات التي نسمعها خالية الآن. صفارات الإنذار تطلق في إيرز، في منطقة إيرز، والمقاومة رشقة صاروخية جديدة الآن باتجاه إيرز. هذه الصواريخ مشاهدينا نتابعها على الهواء لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، التي تعلن الآن تجديدها لقصف مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة وبعض مناطق العمق الإسرائيلي. الواضح لدينا الآن مشاهدين حسب التحديثات الإسرائيلية وصفارات الإنذار الإسرائيلية، المناطق التي تصل إليها هذه الصواريخ أو تطلق باتجاه هذه الصواريخ: منطقة سيدروت، نير عام، منطقة إيرز، ونيتف هاعسرة. هذه المناطق التي تضع عليها الآن إسرائيل الشارات الحمراء وتطلق فيها صفارات الإنذار. هذه مناطق كلها شمال قطاع غزة، مناطق شمال مستوطنات شمال
قطاع غزة مستوطنات الغلاف. أخ علي، هذه الرشقة لسرايا القدس الآن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وواضح بأن السرايا لا تزال قدراتها حاضرة رغم أيام القتال الطويلة وأيام الهدنة الشاقة، إلا أن المقاومة لا تزال حتى هذه اللحظة وكأننا في اليوم الأول. نعم، نحن لا يعني لا ندعي عندما قلنا ذلك، يعني نكرر على مدار الوقت أن المقاومة لا تزال مقتدرة وجاهزة. بالأمس عندما يعني هدد الكيان بأنه قد يعود إلى استئناف العدوان، وكان متوقع يوم الاثنين يعني، لكن هو يعني سرع في العملية، قلنا بوضوح نحن جاهزون، نحن مقاتلون في الميدان وجاهزون للرد على هذا العدوان ولاستمرار القتال والمواجهة والتصدي، يعني سواء على المستوى المعنوي للمقاتلين والمستوى المعنوي لجبهتنا الداخلية أبناء شعبنا الفلسطيني، وعلى مستوى القدرات لفصائل المقاومة وتحديدا سرايا القدس وكتائب القسام، هذا أمر واضح. وبالتالي يعني أيضا للإدارة والسيطرة والتحكم، وهذا وضع يعني كان جليا في عملية التبادل التي حصلت، والكل شاهد مدى تحكم المقاومة في الميدان ويعني وحضورها وعزتها وبالتالي نحن عندما نقول ذلك ونصرح بذلك نحن على ثقة، نقول يعني الأمور كما هي في الواقع، لأننا يعني ثقتنا بمقاتلينا بمقاومينا باستعداداتهم ثقة كاملة. ونحن نقول بعد قرابة 60 يوم من الدك بالأسلحة الأمريكية التي تستهدف قطاع غزة، وكل الادعاءات التي ادعاها قادة حرب هذا الكيان، وقالوا أنهم يعني المقاومة فقدت السيطرة والتحكم، قالوا أن المقاومة تعرضت لضربات كبيرة جدا وفقدت معظم بنيتها العسكرية. الآن كل هذا هذا الرد بسرايا القدس، هذه الصواريخ في الساعة التاسعة تاسعة البهاء، كلمة السر التي حافظت عليها سرايا القدس يعني في الأوقات يعني السابقة للحرب، ها هي الآن هذه الرسالة تدلل على مدى تحكم سرايا القدس على شاشتنا بالميدان. يعني سرايا القدس في تاسعة البهاء، قصفنا تل أبيب وبعض المستوطنات في العمق الصهيوني، أيضا الأنباء تقول بسماع دوي انفجارات سمعت في مدينة القدس المحتلة. حافظت سرايا القدس على الساعة التاسعة حتى التوقيت، يعني هذا موضوع تحكم المقاومة أصبح واضح، ربما يعني لا يحتاج في ظل حرب إبادة كمال حرب إبادة وحرب كونية تشن على المقاومة بهذا الحجم، وتخرج المقاومة بعد شهرين وتطلق الصواريخ، وفي ظل يعني طائرات الاستطلاع التي لا تغادر سماء القطاع الآن، وفي ظل يعني القصف المتواصل وأمام الحصار وأمام كل هذه الظروف، والمقاومة في ظل معركة غير متكافئة في موازين القوى، تخرج المقاومة بهذه الضربات الآن، هذه رسالة واضحة للعدو بأن يعني مهما حشدت ومهما هددت الآن أنت في الجولة الأولى لا تريد أن تقر بالهزيمة، ويعني على عجلة من أمره استأنف الجولة الثانية، لنرى في الجولة الثانية يعني الجولة الثانية واضح نتائجها من الآن. يعني تقديراتكم أخ علي بالنسبة للجولة الثانية، لكن أيضا وكالات الأنباء تنقل لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة، سقط الصاروخ قرب مستوطنة تكواع قرب مدينة بيت لحم، ربما نعرض هذه المشاهد بعد قليل لهذا سقوط هذا الصاروخ في مستوطنة تكواع. إذن وصلت بعض صواريخ المقاومة التي أطلقت وكنا نتابعها الهواء إلى أهدافها. سأتحول إلى غزة إلى أكرم دلول مراسل الميادين، وأيضا آخر المعلومات أكرم حول ما يجري الآن. أكرم دلول معنا؟ طيب، فقدنا الاتصال مع أكرم، سنعاود التواصل مع أكرم دلول مرة أخرى. أخ علي أبو شاهين، بالنسبة لتقديراتكم لهذه المرحلة، في وجهتان الآن للأحداث. الوجهة الأولى تقول بأن الإسرائيليون سيضغطون بالنار وأنهم سيعودون سريعا للهدنة، لكن يريدون عبر هذا الضغط العسكري انتزاع تنازلات من المقاومة، ومن ثم سنذهب إلى الصفقة الشاملة.
والوجهة النظر الأخرى تقول بأن هذه هي المرحلة الثانية من الحرب وستكون أقصى. اسمح لي أسمع إجابتك، لكن أكرم أصبح معنا الآن مباشرة. أكرم، آخر تحديثات لديك. يعني آخر تحديثات رشقات صاروخية هي الأكثر منذ أيام، بالتأكيد من الحين انطلقت وفي أكثر من منطقة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. وقد أعلنت قبل قليل سرايا القدس أنها قصفت في 9 البهاء مدن تل أبيب وعسقلان وأسدود وكذلك القدس المحتلة، بالإضافة إلى معظم المستوطنات الإسرائيلية الواقعة فيما يسمى بغلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة. وحقيقة حتى اللحظة هذه الرشقات الصاروخية تنطلق من معظم مناطق قطاع غزة. يبدو أن المقاومة ما زالت تصر على إيصال مزيد من الرسائل للإسرائيلي، تحديدا بعد أن جدد حربه العدوانية على قطاع غزة. والمعلوم بأنه كتائب القسام طوال هذا اليوم قصفت مدينة تل أبيب مرتين، وكذلك المستوطنات الإسرائيلية في عسقلان وأسدود وغيرهما. وبالتالي يعني نستطيع القول المقاومة بالفعل ما زالت هي صاحبة المبادرة في المدينة. 50 يوم من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. كذلك في الميدان المعلوم بأنه المواجهات ضارية منذ اللحظة الأولى التي بدأ أو جدد بالأحرى الاحتلال الإسرائيلي فيها العدوان على غزة، على أكثر من محور توغل في منطقة شمال غزة وأيضا المحور الجنوبي لغزة، بالإضافة إلى بلدة بيت حانون. في كل هذه المناطق تعرضت قوات الاحتلال لكثير من العمليات التي اعترف جيش الاحتلال بأنها أسفرت عن 9 من الجرحى على الأقل. وبالتأكيد يعني هذه بالتأكيد يعني هي رسائل تحدي كبيرة من المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي. واضح بأن الاحتلال في المقابل يحاول أن يحقق ما فشل في تحقيقه على مدار أيام العدوان من خلال التغول أكثر فأكثر بدماء الأبرياء العزل. حتى الآن الغارات الإسرائيلية تستمر على معظم مناطق قطاع غزة دون أن تستثني حتى المناطق التي دعت فيها قوات الاحتلال المواطنين للذهاب إليها كوسط وجنوب قطاع غزة. وقبل قليل في دير البلح على سبيل المثال سوت الطائرات الإسرائيلية بناية سكنية على رؤوس أصحابها، ووفق المعلومات هم نازحون، الأمر الذي أدى لاستشهاد 6 منهم. كذلك في خان يونس ورفح هناك غارتين جديدتين على بنايتين مأهولتين بالسكان. حتى الآن حسب وزارة الصحة ما وصل منذ ساعات صباح هذا اليوم هم 180 شهيد، بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين. هؤلاء بالتأكيد ينضمون إلى 15,000 شهيد. أكرم، يبدو انقطع الاتصال بيننا وبينك، سأعاود الاتصال مرة أخرى. وإذا ننوه مشاهدينا إلى أننا سوف نعرض بعد لحظات من الآن مشاهد من حطام الطائرة الصهيونية سكاي لارك التي أسقطتها سرايا القدس في سماء المنطقة الوسطى. لدينا مشاهد أيضا من سماء إسديروت، ومشاهد لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة بالقرب من سلطات تكواع قرب بيت لحم. هذه نعرض بعض هذه المشاهد. هذه سماء إسديروت قبل لحظات من الآن، ونحن كنا على الهواء مباشرة الساعة 9:01. هذه سماء إسديروت بعد أن أطلقت سرايا القدس الرشقة الصاروخية في توقيت 9 البهاء الذي حافظت عليه سرايا القدس منذ بداية هذا العدوان وحتى في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في المرات السابقة. هذه أيضا مشاهد لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة بالقرب من مستوطنة تكواع قرب بيت لحم. هذه مشاهد وصول صاروخ السرايا، صاروخ المقاومة إلى المستوطنة المستهدفة تكواع قرب مدينة بيت لحم. نتابع مشاهدينا هذه المشاهد على الهواء مباشرة، وهي للرشقة الصاروخية الأخيرة. أخ علي، تعليق على هذه المشاهد. يعني هي مشاهد عز وفخر، يعني المقاومة تقوم بدورها وبواجبها في الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني لتصد هذا العدوان، هذا العدوان الغير مسبوق. هذه حرب صعبة اليوم على شعبنا الفلسطيني. صحيح. يعني حرب ليست سهلة يعني.
بالمناسبة، ولكن نحن يعني نخوضها بجدارة. مقاتلين يخوضون هذه المعركة بجدارة، وهناك عقل يدير المقاومة، وهناك إرادة على القتال. كل هذه العوامل ستؤدي يعني إلى أن هذه المقاومة سوف يعني حتما المصير هذا العدوان إلى الفشل، كما فشل سابقا سيفشل. هذه المشاهد إلى أي مدى ترفع ترد على العدوان الصهيوني بشكل أساسي؟ ترفع من شعبية المقاومة فلسطينيا، ترفع من تأييد المقاومة فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ولدى أحرار العالم. يعني شوف، هو على المستوى الفلسطيني، مقاومة لا على المستوى الفلسطيني كل يعني العوامل، يعني التبادل الأسرى الذي حصل، شفت أنت المشهد التعبوي اللي حصل في الضفة، صحيح هذا الصمود، الأطفال الذين يخرجون رافعين شارات النصر، هذه معنويات عز. كل طفل اليوم هو مصدر لمصادر العز، وله أثر على الجانب المعنوي، فما بالك بهذه الصواريخ في وقت كان يراد تصوير كأن المقاومة تعرضت لضربة قوية وأنها يعني غير قادرة بعد على التأثير والفعل. هذا أكبر رد على العدو الإسرائيلي بشكل أساسي. وهذا ماذا سيقول لجبهته الداخلية الآن؟ هذول قادة الحرب الثلاثة اللي كل يوم بيطلعوا بيعملوا لنا مؤتمر صحفي وبتبجحوا أنه يعني وجهوا ضربة قوية للمقاومة. على مستوى الخطاب لديهم أزمة يعني كبيرة. هؤلاء هذه المقاومة يعني ستدخلهم من مأزق إلى مأزق. هم تورطوا في هذا العدوان على غزة، وسيزيد تورطهم كلما أوغلوا بالدم الفلسطيني، ستزيد هذه الورطة. هذا له رسالة أيضا إلى أبناء شعبنا الفلسطيني الذين منحوا كل الثقة للمقاومة. يوم شعبنا الفلسطيني محتضن للمقاومة ويدفع أثمان كبيرة، هذه التضحيات، أطفالنا ونسائنا، هذا الشعب العظيم الجدير بالتقدير. هذه المعركة اليوم، معركة طوفان الأقصى، حتى اليوم هذا حدث دخل التاريخ، يعني 48 67 82 23، هذه مش جولة عادية، وبالتالي شعبنا يخوضها اليوم. يعني أهم مراحل، لماذا؟ لأن الشعب الفلسطيني مرينا اليوم بمحطات أخ علي في النضال الفلسطيني. نعم. ذكرت حضرتك يعني 73 و67 و82، لكن ما نراه اليوم لم نراه في تلك الحقبة. نعم. أولا على مستوى الهجمة، هذه غير مسبوقة، وهذه حرب غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني. على مستوى الحصار والقتل والحشد الدولي والذي منح لهذا الكيان، وبالمقابل الصمود الفلسطيني غير مسبوق. يعني شعبنا الفلسطيني وصموده تاريخيا في كل المحطات، لكن هذه المرة أمام هذه الهجمة هذا صمود تاريخي ومهم، وجزء منه الشعبي والمقاومة. اليوم الشعب والمقاومة هذه معادلة مهمة. هذه الوحدة ما بين شعبنا وبين فصائل المقاومة في الميدان، هذه اللحمة ما بين سرايا القدس وكتائب القسام وفصائل المقاومة التي نراها ونشاهدها وفي ساحات المواجهة وفي محاور القتال. وهذا الحضور اليوم، سرايا القدس عندما توجه هذه الصواريخ الآن وتطلق هذه الصواريخ في توقيت تتحكم فيه بتوقيت يعني معروف، هو تريد مارك يعني توقيت لحركة الجد. طب هذا رسالة قوية جدا، وهذا أمر مهم ويعول. لذلك نقول أن هذا العدو سواء في هذه الجولة هو أراد أن يضغط على المفاوضات إن كان هدفه، سنتحدث عن الهدنة، لكن بما أنك تتحدث عن السرايا أخ علي، سنعرض هذه المشاهد من حطام الطائرة الإسرائيلية سكاي لارك التي أسقطتها سرايا القدس في سماء المنطقة الوسطى. نتابع هذه المشاهد التي عرضتها سرايا القدس. علي، دلالة هذه المشاهد التي عرضتها السرايا،
يعني نحن قلنا هذه أول دلالاتها هي تدل على يعني لكن هاي من الجو قدرات يعني. المقاومة يعني تدلل على أن المقاومة لا تزال حاضرة وقوية وعلى جهوزية عالية ولديها من الإمكانات ما تستطيع أن تلحق به الخسائر. رأينا ما لحق بدبابات العدو المركافة هذه الأسطورة ويعني ما لحق بها في الشمال غزة وأيضا يعني وناقلات الجند وناقلة النمر وغيرها والآن الطائرات. هذه رسالة مهمة بأن المقاومة يد المقاومة لا تزال هي العليا، المقاومة مقتدرة. وبالتالي عندما يعني يتم الحديث اليوم عن أي حديث اليوم على يعني فرض شروط على المقاومة حتى في موضوع الهدنة كما حصل، يعني أحد الأسباب اليوم التي أدت إلى وقف الهدنة الإنسانية وهذا الإفشال من قبل العدو الإسرائيلي والإدارة الأمريكية الذين يتحملوا مسؤوليتهم هو ظنوا أنه بإمكانهم يفرضوا شروطهم على المقاومة بالضغط، يعني أن المقاومة يعني لديها مشكلة وأنه بالإمكان من خلال الضغط ولا الضغط في الوقت والضغط نعم. بالمطالب أن يلزمونا ببنود. ماذا ترجحون أخ علي؟ ترجحون أن الإسرائيليين الآن يضغطون بالنار لتحصيل شروط تفاوض أفضل في الصفقة الكبرى نعم. أم لديهم مخطط أبعد من موضوع التفاوض والهدن وأن مشروع التهجير ومشروع الإبادة الجماعية و يعني السيطرة على غزة لتقرير مصيرها لا زال قائم؟ نعم، شوف، هو المشروعين واردين، نحن مش بسياق التحضير، نحن اللي بنقول نحن ماذا سنفعل، سواء كان ما يقوم به العدو، العدوان عدوان، هذه الاستراتيجية الاعتداء وإيمان العدو الإسرائيلي بأنه ممكن من خلال أعماله العسكرية وعدوانه العسكري أن يحقق أهدافه، سواء يعني أن يثني إرادة المقاومة ويلزمها بشروط في موضوع التبادل تتلائم مع الشروط الإسرائيلية وأن يعني تخضع المقاومة وتستسلم لهذا الأمر وأن تقبل بهذه الشروط، أو إن كان الهدف هو ما أعلنه بالبداية من أهداف غير قابلة للتحقق، هذه الأهداف الكبرى والأحلام، القضاء على المقاومة، تهجير الشعب الفلسطيني على عناوين كبرى يعني، وتغيير يعني شكل غزة وإدارة غزة واستعادة الأسرى بدون شروط. ما هو هذا سقط بالجولة الأولى، هو استطاع أن يعيد أسير واحد بدون من خلال بدون التفاوض؟ ما لم يستطع، وهو يعني دخل شكل له مشكلة وهو يعني. أتى إلى موضوع التفاوض وموضوع الهدنة يعني مجبرا. لماذا؟ لو كانت لمصلحته كان استمر فيها، يعني واضح أن الهدنة ليست لمصلحته، انقلبت عليه، وبالتالي هو لا يريد هذه النتائج التي خرجت بها الهدنة، هو يعتبر هذه النتائج مذلة له. يعني صورة إسرائيل اللي أهينت في 7 أكتوبر هو ظن أنه بالعدوان يريد أن يغير المشهد ويقلب المشهد، هذا واحد، واثنين يريد أن يعني يستعيد قوة الردع، وهذا مطلب أمريكي كمان. طب هو شو اللي صار؟ هو زادت من صحيح. من إهانة إسرائيل يعني أيام الهدنة أخ علي، أولا رفعت معنويات الشعب الفلسطيني والمقاومة والمؤيدين للقضية الفلسطينية، ثانيا أظهرت المقاومة بأنها متحكمة لأنه بعض مشاهد تسليم المحتجزين كان في وسط غزة وفي شمال غزة وبحضور الكتائب بالقسام وسرايا القدس بعتادهم نعم. وسلاحهم. والأمر الثالث أظهرت أخلاقية المقاومة ومناقبيتها وأخلاقياتها وقيمها مقابل ما كان يتحدث به نعم. الأسرى الفلسطينيون الذين خرجوا من سجون الاحتلال عن التنكيل والإذلال والإهانة التي تعرضوا لها. يعني إذا عملنا جردة لسبعة أيام من الهدنة نجد نعم. أن إسرائيل بالهدنة وقبل الهدنة نحن سجلنا الكثير من النقاط على هذا العدو. يعني المقاومة ربحت في النقاط في عدة محطات سواء فترة ما قبل العدوان أو العدوان أو الهدنة بالنقاط. أي طبعا العدو الإسرائيلي نحن لا يمكن أن نخفي، هو ألمنا وأذانا في أهلنا في مدنيينا في بيوتنا في استهداف البنى التحتية في تجويع الناس، هذا أمر يعني مؤذي. ونحن دوما يعني مصلحة أبناء شعبنا الفلسطيني حاضرة، لكن نحن كنا نقول دوما وإن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وبالتالي هو إن كان سجل في بنك أهدافه أهداف مدنية يعني لم يحقق، ومع ذلك ورغم هذه الحرب القاسية نحن سجلنا الكثير من النقاط. بداية المعركة سجل هو بعض النقاط في الرواية الصهيونية التي يعني استطاع أن يسوقها بدعم أمريكي واللوبي الإعلامي الدولي والوكالات الدولية التي استطاعت أن تسوق الرواية الصهيونية وشيطنة المقاومة ومظلومية إسرائيل وتعرضت له. كل هذه الروايات استطاعت المقاومة أن تحقق انتصار في هذا الجانب. اليوم الرأي العام انقلب
وليس او اكثر من ذلك. هو ضغط في 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 اماكن كثيره على حكومات، وشفنا احنا الموقف الاسباني، شفنا الموقف البلجيكي، البرازيل، شوف المواقف الدوليه كيف انها اصبحت ليست لمصلحه هذا الكيان الذي شوهت صورته دوليا. وبالتالي حتى هذا دفع الفرنسي الذي يعني ليقوم بانعطاف 180 درجه في الموقف المعلن نوعا ما الذي يخالف جوهر موقفه الحقيقي، كل هذا تجاوبا وخوفا من يعني هذا الضغط الذي أحدثه هذا الرأي العام، وهذا كله نعم. إنجاز للمقاومة. عدا عن ذلك في الميدان، في الميدان لم يستطيع هذا العدو أن يحقق أي إنجاز ميداني حقيقي أو إنجاز ملموس كبير يعني يعني استطاع أن يحقق إنجازات صغيرة. هذا يعني بعض يوجه بعض الضربات، لكن نحن نتحدث عن إنجاز كبير هذا لم يستطيع لا عسكريا ولا سياسيا. وبالتالي سواء هذا العدو إن كان يريد من هذه الجولة أن يعني يحسن من شروطه في المفاوضات في موضوع الأسرى، لن يكون له ذلك، لأن بالضغط المقاومة لن يعني لن يستطيع أن يثني إرادة المقاومة. وبالتالي نحن لا نزال على موقفنا، نحن أبدينا مرونة في موضوع المدنيين نقطة على السطر، الآن أي شيء آخر موضوع العسكري، أي حديث عن فئات أخرى هذا يحتاج إلى موضوع آخر، فبالتالي يحتاج إلى ظروف مختلفة. وبالتالي هذا العدو عندما أراد أن يمرر وأن يخدع المقاومة ويتلاعب وهذا وبتغطية اليوم الأمريكي أيده يعني يعتبر أنه وجهة النظر الإسرائيلية محقة، يعني بالتالي هو يعني هذا الانحياز بشكل واضح، ف يعني ما يكون هذا وسيط. احنا اليوم هذه الجهود التي بذلت إلى الأخبار العاجلة نقلا عن مصادر فلسطينية مشاهدين حرائق من جراء القصف الصهيوني العنيف في منطقة الفالوجة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، مناطق عديدة، مدينة خان يونس أيضا تتعرض الآن لقصف من الزوارق الحربية الإسرائيلية في البحر، تقصف تطلق نيرانها باتجاه مدينة خان يونس في هذه الأثناء. أيضا أريد أن أشير إلى ما يزودنا به قسم الشؤون الإسرائيلية في الميادين نقلا عن القناة 12 عضو الكنيسة داني دانون، الأمريكيون شركاء مهمون ولكن ليس هم من يحدد متى نتوقف في الحرب على غزة حسب ما يقول داني دانون. وكذلك هذه آخر التصريحات الواردة من قسم الشؤون الإسرائيلية في قناة الميادين. أيضا في ما جرى اليوم في الإمارات والوفد الإسرائيلي الذي يحضر الآن قمة المناخ هناك، واللقاءات التي جرت مع الرئيس الإسرائيلي ومع مسؤولين إسرائيليين آخرين على المستوى العربي، كيف تعلقون عليها؟ يعني هذه بطلت المسألة مسألة موقف سياسي، هذا مسألة كرامة عربية تهدر اليوم، هذه رذيلة سياسية مع يعني بوقت غير هذا الوقت. يعني نحن كنا نستغرب ونشجب وندين، يعني لأنه احنا طبعا يعني نبدي استغرابنا من اي من هذه المواقف العربيه التي كانت تسير في موضوع التطبيع، والموضوع كان يتعلق بموقف سياسي. اما في ظل مذابح على الشعب الفلسطيني، في ظل ما يجري الان والشعب الفلسطيني يقاتل عن كرامه العرب والمسلمين جميعا اليوم ويقدم من دمه ومن اطفاله امام كل هذه والتعاطف الدولي اليوم، فيما دول تطرد السفراء الاسرائيليين اليوم اسبانيا غير عربية يعني اسبانيا امام اما فقط للتنويه وعذرا علي اقاطعك، هذه قنابل ضوئيه الان تطلق في سماء قطاع غزه، نستوضحها او نستوضح ما يجري وينقل لنا الاجواء والمعلومات كذلك محمود العوضيه المتواجد شمال قطاع غزه. محمود، نشاهد في الصوره قنابل ضوئيه الان في قطاع غزه والمعلومات تتحدث عن قصف على خان يونس وعلى جباليا. نعم كمال، بالتاكيد يعني القذائف الدخانيه منذ ساعات طويله قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق هذه القذائف الدخانيه الضوئيه في اتجاه مناطق متفرقه في شمال قطاع غزه، استهدفت هذه القنابل محيط مدارس الايواء لا سيما مدرسة حفصة في منطقة الفالوجة وأيضا مدرسة أبو حسين في منطقة جباليا وأيضا مدرسة الفوقة في منطقة الفالوجة. أيضا وصل هنا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان عشرات الجرحى الذين أصيبوا جراء هذه القنابل والتي تترك آثارا وجراحا عميقة
في طبعا أجساد الجرحى والمصابين عند وصولهم هنا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان، ومنهم أيضا من بترت أطرافه وبترت أقدامه جراء هذه القذائف التي تطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتترك خلفها أيضا نيران واشتعال للنيران بشكل كبير جدا. نتحدث هنا كمال في شمال قطاع غزة عن انهيار المنظومة الصحية في مستشفى كمال عدوان وفي مستشفيات شمال قطاع غزة بشكل عام، نظرا لعدم وجود غرفة عمليات في داخل مستشفى كمال عدوان وهي المستشفى الوحيد الذي يعمل في شمال قطاع غزة. أيضا لا يوجد تصوير أشعة مقطعية لمعرفة طبيعة الجروح التي يتعرض لها المصابين جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، فبالتالي هنا عجز كبير لدى المنظومة الصحية وانهيار كامل للمنظومة الصحية في مناطق شمال قطاع غزة في ظل طبعا استمرار توافد الجرحى إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان والقدرة السريرية، كما تحدث مدير المستشفى الدكتور محمد الكحلوت، لا تتسع إلا لأربعين مصاب، كامل المستشفى لا تتسع إلا لأربعين جريح أو أربعين مريض، فبالتالي هناك مرضى وهناك جرحى بالمئات بداخل المستشفى، وهناك عجز كبير. الجرحى على الأرض، تجرى بعض العمليات الجراحية وتغريز الجروح للجرحى على الأرض وبدون أي نوع من أنواع المعقمات أو البنج، وكما تحدث أيضا بأنه لم تصل إلى مستشفيات شمال قطاع غزة أي وقود حتى هذه اللحظة لتشغيل المستشفيات، وخاصة بعد تعطل المستشفى الأكبر مستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة عن العمل، فبالتالي نحن أمام انهيار للمنظومة الصحية. أيضا هذا الأمر ينطبق على طواقم الدفاع المدني التي لا يوجد لديها أيضا إمكانيات للتعامل مع استهدافات الاحتلال الإسرائيلي. الاستهداف الأخير الذي وقع بجانب مستشفى الشهيد كمال عدوان، حتى هذه اللحظة يوجد أشخاص وتوجد عائلات تحت الأنقاض، وكما أخبرنا هنا طواقم الدفاع المدني بأن بعضهم ما زال على قيد الحياة، ولكن لا توجد لدى طواقم الدفاع المدني إمكانيات لإخراج هؤلاء الناس من تحت ركام منازلهم، نظرا لتعطل نسبة كبيرة جدا من جرافات الدفاع المدني، وأيضا تعطل الباجر الرئيسي أو الآلة الكبيرة الرئيسية التي تعمل على رفع الأنقاض في شمال قطاع غزة بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي هناك عجز في المنظومات الحكومية سواء الصحية أو حتى كوادر الدفاع المدني في التعامل مع هذا الكم الكبير من الجرحى وأيضا الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة في مناطق شمال قطاع غزة. يعني كمال، تركزت الاستهدافات منذ صبيحة هذا اليوم في منطقة معسكر جباليا وحده، تعرض لأكثر من 10 طائرات. محمود، كذلك أنوه للأخبار العاجلة، المقاومة الإسلامية في لبنان تهزف الشهيد المجاهد وجيه شحادة مشيك من بلدة وادي أم علي في البقاع الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس وخلال التصعيد الذي يجري اليوم منذ انهيار الهدنة في غزة على الجبهة الجنوبية، جبهة جنوب لبنان. أيضا سرايا القدس لا زالت صواريخنا تدك المدن المحتلة والمواقع والقواعد العسكرية برشقات مكثفة. أخ علي، قبل أن نعود إلى ما جرى في دبي واللقاءات العربية وموقفكم منها، أيضا ما يجري على الجبهة الجنوبية في جنوب لبنان، يبدو أن هناك نوع من الانسجام الكامل بين حزب الله وبين المقاومة الفلسطينية في غزة. تبدأ هدنة، تتوقف المقاومة هنا، تنهار الهدنة، تعود مرة أخرى العمليات. ما هو تأثير هذه الجبهة على مسار الحرب على غزة؟ وطبيعي لأنه يعني الإخوة في حزب الله في لبنان، المقاومة الإسلامية، دخلت هذه المعركة من باب المساندة والدعم من جبهة لبنان، وكان حضورها مهم جدا وداعم ومساند للشعب الفلسطيني وللمقاتلين الفلسطينيين، وبالتالي يعني هذا السبب هو دعم بسبب العدوان. عندما يتم توقف، يعني من المنطقي أن يكون هناك يعني لا يحتاج الأمر إلى يعني اتفاقات وهدن، هو تلقائيا سيتم يعني التوقف، يستأنف العدوان على الشعب الفلسطيني، يتم يعني استئناف المساندة والدعم، وبالتالي وبحجم، بحسب حجم ووتيرة وسير الوضع الميداني وبحسب حجم العدوان.
يعني فنحن بهذا يعني انطلاقا من ذلك نوجه التحية إلى كل السواعد، سواعد المقاومين، سواء مقاومين أو مقاتلين الأبطال، أولئك الذين يمثلون الكرامة العربية اليوم، وسواعد أبطال المقاومة في لبنان وفي العراق وسوريا واليمن. التحية إلى شعب اليمن وإلى المقاومة في اليمن التي يعني قامت بفعل وبفعل داعم، وليس فقط ما لم تكتفي بالخطابات كما المقاومة في جنوب لبنان. وهذا الدعم هذا هو المطلوب، لا يتم الاكتفاء بالخطابات وبالكلام، فما بالك إذا لم يكن هناك دعم كلامي، بل كان هناك تنكر لهذه التضحيات الشعب الفلسطيني، إذا كان هناك إدارة ظهر للشعب الفلسطيني، بل ومصافحة لمن يذبحنا اليوم. يعني هذا ما جرى نقول للأسف في الإمارات اليوم والمشاهد. بالمناسبة أخ علي، يعني الرأي العام، ونحن نعمل بالرأي العام وعلى تماس مع الرأي العام الفلسطيني والعربي، في غضب عارم اليوم من هذه المصافحات ومن هذه الاستقبالات بالسجاد الأحمر للإسرائيليين، وكأن ما يحصل في وكأن هذا ماء الذي يسكى في غزة وليس دم. ما هو المؤسف عندما ترى هذا التضامن الدولي معك من بعض الدول، وهذا التعاطف وهذا النبض من الشارع وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وبالمقابل ترى هذا التنكر العربي الرسمي من بعض الدول التي للأسف كما قلنا لم تكتفي بالصمت فقط، وهذا مدان، يعني تصمت أمام مجري، أيضا تقوم بفعلة يعني لا أدري كيف نوصفها، فعلة يعني معيبة بحق يعني العرب والمسلمين. وبالتالي أي شخص عربي أكيد عنده حس وطني سوف يغضب، لن يستطيع أن يتحمل. على قول جوليا بطرس بأنشدتها، الشرف العربي وين؟ يعني هذه الأنظمة وين الشرف العربي؟ اليوم ما يجري للشعب الفلسطيني، معقول تروح تعمله بالمؤتمر كوب 24 وبتدعي رئيس الكيان وتصافحه وكأن شيئا لم يكن؟ حد أدنى حافظ يعني فقط راعي مشاعر، راعي مشاعر الشعوب العربية والإسلامية، راعي الأطفال. فبالتالي للأسف الشديد هذا أمر مستنكر وغير مقبول، غير مقبول هذا الأمر من يعني أشقائنا العرب أن يتعاطوا مع القضية الفلسطينية. هم من سنوات أداروا ذا الظهر، أما اليوم في مذابح. يعني يا أخي أنتم ما بدكم تقدموا دعم، وما بدكم تتبنوا وتغطوا سياسيا المقاومة، وما بدكم تنخرطوا في المعركة، لكن أمام هذا المنكر الذي يرتكبه، لا تشجع عدونا، أمام هذا المنكر الذي يرتكبه الصهاينة، يعني النبينا عليه الصلاة والسلام نبيكم، ما بقول لكم من رأى منكم منكر، يا أخي ما بدك تغيروا باليد وتنخرط في المعركة وتساند، على الأقل باللسان، مش قادر بالقلب، يعني قاطع. أما يعني الحد الأدنى فقد اليوم في للأسف مرارة من بعض، وهذا خذلان، في مرارة لدى الشعب الفلسطيني هذا من كثير من السلوك يعني. من سلوكيات بعض الأنظمة، وطبعا شعوب أيضا هذه الدول لا تقبل بهذا. وخلال فترة العدوان على قطاع غزة كان في مهرجانات ترفيه واستقبل فنانون عرب وأجانب، وأقيمت الحفلات والرقص، كان آلاف من الأطفال الفلسطينيين يقتلون ويستشهدون وبيوتهم تدمر، في ملايين في العراء. المقاومة الفلسطينية تخوض نزال ومخاض سوف يؤثر في كل المنطقة ليس فقط في غزة، ومع ذلك في هناك نوع كنا نأمل لا شوف نحن كنا نأمل أن يكون هناك مراجعات سياسية من كان يراهن على خيارات التفاوض، على خيارات التسوية، على خيارات الرهان على الحصان الأمريكي. هذه مقامرات ورهانات خسرة بعد 7 أكتوبر، وأنتم شفتم هذا الكيان الذي كنتم تراهنون عليه وأقمتم معه الشراكات الاقتصادية والسياسية، بل تعديتم ذلك لإقامة شراكات ثقافية بما يسمى بالديانة الإبراهيمية، صحيح، وفتحتم له يعني أسواقنا وكل ما هو كان يعني محرم على هذا الكيان، وبالتالي يعني لم يستفاد للأسف. كنا نتوقع أن تكون هذه مناسبة حتى يعاد النظر بكثير من الخيارات ابتداء من السلطة عنا وصولا للنظام العربي، كل من كان يراهن على ذاك المصير. الآن قد تجد يعني بعض المواقف كانت مقبولة، راعت في هناك جو من الإحراج، راعت المزاج العام الشعبي، راعت ما يجري. أما أن يصل الأمر كما تفضلت لبعض المواقف في السلوك، يعني عدا عن الموقف، حصلت هناك لقاءات في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، أيضا المواقف كانت معيبة
في مواقف لدول غربية كانت متقدمة مع مواقف عربية في بأمريكا اللاتينية. فبالتالي يعني هذا أمر يعني نؤكد ونكرر أنه أمر مؤسف ومخيب للظنون وللآمال، وهو يعني نستطيع أن نصفه بأنه خذلان للشعب الفلسطيني ولآمال وتطلعات الأمة العربية والإسلامية. لكن التاريخ لن يرحم، التاريخ لن يرحم. الآن ما يجري في غزة هو معركة بين حق وباطل، هو معركة بين الكرامة العربية وبين انتهاك الحرمات والمقدسات. ونحن في غزة الآن لا نقود يعني المعركة كما يريد أن يصورها الإسرائيلي، يعني كأنه إحنا بمعركة من أجل يعني نخوضها من أجل الحفاظ على سلطة في غزة، أو من أجل أنه نحن في غزة من أجل مكاسب معينة، أو لأجل القتل من أجل القتل. نحن نقاتل من أجل مقدساتنا، من أجل كرامتنا، من أجل حقنا في فلسطين، من أجل الدفاع عن حقوقنا وعن أطفالنا وعن نسائنا. هذه معركة تخص كل عربي وكل مسلم، لا تخص الفلسطيني فقط. صحيح. ما يجري اليوم في فلسطين في هذه المعركة تحديدا هي معركة مصيرية. ولا ننسى أن الأمريكي لديه مشروع اليوم في المنطقة، وهو يريد إعادة ترتيب المنطقة وفق منظور جديد أقله بعد اقتصادي وسياسي، عدا أبعاد ثقافية وإلى آخره وسياسية. فحتى فبذلك هو سيبدأ من غزة أولا. ونحن لذلك كنا نقول أن على الأمة أن تلتفت، ما يجري الآن في غزة لا يعني الشعب الغزاوي فقط ولا يعني الشعب الفلسطيني فقط، هو يجب أن يكون كل عربي وكل مسلم حر، يعني أصدقاء وأخالي في كل أنحاء العالم، يجب أن يفشل هذا المشروع، وليس يجب فقط أن يفشل هذا المشروع وأن ينخرط فيه في الدفاع عن الكرامة العربية وعن مقدسات الأمة في غزة. أريد أن ننوه إلى بعض المواقف الآن التي نعرض على الشاشة لوزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، الذي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر وسعيدي آخر تطورات العدوان. هناك مواقف لعبد اللهيان نعرضها على الشاشة، لكن سأشير بسبب الوقت فقط إلى الموقف الأخير الذي يقول فيه عبد اللهيان: خلال زيارة الأخيرة إلى بيروت سمعت من قادة المقاومة أن رد المقاومة سيكون أشد وأقسى في حال استئناف العدوان، وسيجعل العدو يندم. سأخذ منك تعليق على هذا الكلام قبل أن نختم. نعم، شوف، هو يعني هذا مربوط أيضا بموضوع يعني نحن نتوقع اليوم الفلسطيني تحديدا لن يقف مكتوف الأيدي، سيكون له قوة مضاعفة نتيجة هذا العدوان، وهذا سواء في الضفة في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني التي يستطيع أن يمارس فيها عمل المقاومة، وخاصة في غزة المقاومة قادرة على الرد يعني في هذا العدوان. عدا عن ذلك قوى المقاومة في المنطقة كان هذا العدو أو حتى الإدارة الأمريكية التي لديها رغبة، وهنا هذا التباين التكتيكي ما بين وجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية، أن الإدارة الأمريكية تريد أن تركز، وامبارح بلينكن قال نريد التركيز على غزة، تريد يعني لأنها أكثر عقلانية من الإسرائيلي الذي تتحرك بغريزته العدوانية، ولأسباب شخصية لدى نتنياهو ولعدة أسباب. الأمريكي يتعاطى بأكثر عقلانية، يريد أن يحقق أهداف في غزة، تركيز على غزة، لا يريد توسعة الصراع في الإقليم، لا يريد، يريد أن يجنب الضفة حاليا، وطلب منه أن يعني يخفف من يعني الضغط على في 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 الضفة حتى لا تنفجر. لا. لأن الإدارة الأمريكية تريد أن تنهي الآن ملف غزة، هكذا تتعاطى عقلانية. ولكن الرد يعني كما تفضل تصريح وزير الخارجية وكذا، أنه لا يعني كمان شعوب المنطقة وشعوب الأمة يعني إذا هذا العدوان سيستمر هناك ردود فعل سوف تتنامى وتزيد. وبالتالي نحن نقول أن هذا ما يقوم به العدو ويهدد به وبأنه عاد واستأنف عدوانه ويهدد بأنه يعني يريد أن يستمر في هذا العدوان. الآن كما قلنا إذا كان هذا الموضوع له علاقة بالمفاوضات ومن باب الضغط لتحسين شروط التفاوض، هذا شأن ونحن سنواجهه بالصمود وبالقتال الآن في الميدان، ولن يحقق شيء. وإن كان يريد لتحقيق أهداف أكثر من ذلك، تهجير وغيره، هذا سيولد ردود فعل أكبر، ليس عند الفلسطيني فقط بل في المنطقة، وستتنامى ردود الفعل لأن لكل فعل ردة فعل. وبالتالي على هذا العدو أن يتحمل نتائج، وعلى الإدارة الأمريكية أن تتحمل نتائج. يعني شظايا هذه الحرب ستصل للجميع، ما حد يعتقد أنه ممكن بيقدر الأمريكي يعمل كنترول 100% على الإيقاع ويضبط الإيقاع. نعم، الإيقاع قد يفلت وتفلت زمام الأمور إذا لم يردع هذا العدو ولم يوقفوا عدوانهم على الشعب الفلسطيني. واضح ما قلت أخ علي أبو شاهين عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذه الساعة من التغطية. مشاهدينا اللحظات نكون مع المسائية، والتي سوف تخصص كذلك لبحث آخر التطورات وما يجري في قطاع غزة. إلى اللقاء.